الأم والأرض. تاريخ يكتب في النهاية. هذا التاريخ يحمل قصص كفاح هي وراء استمرارية هذه الأرض ودوام هذا الوطن. الأمومة في حد ذاتها يعني الأمومة قيمة طويلة التاريخ والتأريخ في نفس الوقت، بمعنى هي علاقة طويلة ممتدة. مهما حاول الابن أو الابنة مواجهة أو مقابلة هذا العطاء الذي تقدمه له الأمومة لا يستطيع أن يجازيها حق الجزاء. طبعك والوفا.